الأخت السائلة تسأل وتقول: الصدقات التي يفعلها أقارب الميت كأبيه وأمه وإخوته أو حتى أصدقائه أو جيرانه، هل يصل ثوابها إليه؟ أقول للسائلة الكريمة: نعم، ما نصنعه من أفعال الخير من صدقات وما شابه ذلك ونخص بها ميتنا مهما كانت درجة القرابة أو البعد أو حتى أخوة في الله عز وجل، فإن الميت ينتفع بثوابها وأجرها. يأتيه ملك من قبل رب الأرض والسماوات ويقول له: خذ هديتك من ابنك، من زوجتك، من أخيك، من أبيك، من فلان، من فلان. والميت إخواني وأخواتي كالغريق، والله نعم ما أجمل التعبير، كالغريق ينتظر دعوة أو فعل خير يصله من قريب أو صديق أو حبيب. فلا تغفلوا عن موتاكم، فغدا سنكون في موضعهم، لعل الله عز وجل يرزقنا من لا يغفل عنا ساعتها إن شاء الله عز وجل. نكثر من الصدقات وإن قلت، لأن البعض قد يستقل الصدقة فيقول: بسيطة، هي عندك قليلة لكنها عند الله عز وجل كثيرة. فلا تغفلوا عن الميت. الخلاصة أن الميت ينتفع بها.